السلام عليكم، هذا درس حق المبتدئين اللي يحولوا حق الماك، وبالذات اللي شروا أجهزة من الخارج وما في كيبورد عربي عندهم على الماك نفسه. الشغلة جدا بسيطة، ادخل على اللي هو System Preferences، بعدين تذهب إلى اللي هو كيبورد، بعد ذلك تأكد إنك داخل الكيبورد وتعلم على خيار شو كيبورد، علم عليه وسكر الصفحة. بعد ذلك تقدر تذهب فوق عند خيار اللغة فوق، تضغط عليه، بعدين تختار اللي هو شو كيبورد فيور. إذا ضغطت عليه راح يظهر معاك اللي هو الصفحة أو اللي هو نافذة الكيبورد نفسه، بالتالي تقدر تحفظ أماكن الحروف وين مكانهم، أو إنك تقدر تستطيع الكتابة عن طريق الماوس، وأنا ما أفضل طبعا تكتب عن طريق الماوس، بس إنه مجرد تختار أماكن. طبعا إحنا حاليا في جوجل، بس تقرب الماوس عند اللي هو حرف الجيم مثلا، تضغط عليه يظهر معاك اللي هو الحروف أو كتابة العربي. او اذا تقدر على قولتهم عن طريق انك تشوف الكيبورد وتكتب الكلام اللي تبيه بناء على الحروف والمكانهم بالكيبورد عندك. بكتب مثلا هورنت، عرفت اللي هو مكان حروف وينهم، هورنت، وكتبت كذا بالطريقة هذه. خلص شغلتك مثلا اللي هو احتياجك للكتابة باللغة العربية، سكر الصفحة وانتهى الموضوع، وفي امان الله ان شاء الله يفيدكم الدرس السريع هذا.